طبعا انا بشكر طبعا اداره النادي الاهلي، وطبعا انا يعني ده يوم تاريخي بالنسبه لي. يعني انا عندي 32 سنه دلوقتي، اليوم ده بسنين عمري اللي جايه واللي فاتت واللي جايه ان شاء الله. انا سعيد جدا ان انا موجود في الكيان وسط البطولات وسط العمالقه الكابتن، يعني الكباتن اللي انا قابلتها واتصورت معاها، وفخور جدا ان انا موجود في النادي الاهلي. وبجد بجد احلى هديه في حياتي كلها تيشيرت النادي الاهلي. اشتركت ازاي؟ على قناه النادي الاهلي. بعت طبعا الاجابه. انا ما كنتش ان انا احب ان انا الاهلي قابل صن داونز، بس الاهلي طبعا قوي الاهلي يكسب اي حد. طبعا الاهلي يكسب اي حد طبعا، لانه هو نادي القرن واعظم نادي في الكون. فدي يعني ده توقعت تفوز؟ والله انا دعيت ربنا والحمد لله ربنا استجاب دعايا، لان انا يعني اهلاوي جامد جدا جدا جدا. انا كنت بتفرج على البرنامج مع كابتن اسلام الشاطر وتوقعت الحمد لله، حتى كنت كاتب لكابتن اسلام الشاطر في التعليق ان شاء الله نقابل صن داونز ونكسبها ونقابل الوداد باذن الله ونقابل الترجي في النهائي، ويبقى ربنا عوضنا عن السنتين اللي فاتت. تجربه من كنترول يعني. الحمد لله يعني ان شاء الله ربنا عوضنا عن السنتين اللي فاتت الوداد والترجي، وان شاء الله باذن الله ناخد البطوله. توقعت تفوز؟ لا والله ما توقعتش، انا كنت كاتب كده حبا في النادي الاهلي. وليه بقى ما كلموك قالوا لك في التليفون؟ كلمني الكابتن احمد رشاد قال لي حضرتك كسبت معانا. انا كنت بتفرج على البرنامج عامه والحمد لله لقيت كابتن اسلام الشاطر وكابتن بلال كانوا اللي عليه الدور في الاختيار، فكابتن اسلام الشاطر قال استاذ احمد رشاد معد البرنامج هيتابع معاك وتابع معايا على ماسنجر وسالني على مقاس التيشيرت وتابعت معاه على التليفون الحمد لله. دي حاجه ما تتوصفش طبعا، الحمد لله ربنا باذن الله يكمل مجهودنا على خير باذن الله بكره ان شاء الله، والفوز وباذن الله نتصدر الدوري وان شاء الله الدوري الاهلي باذن الله. طبعا كنت حاسس. حاسس كيف عملت بقى كابتن اسلام الشاطر ونجوم النادي الاهلي؟ دي حاجه ما تتوصفش طبعا، حاجه ما تتوصفش. نادي الاهلي ده يوم تاريخي طبعا. انا بالنسبه لي اليوم ده يوم تاريخي، لان انا اهلاوي من الصغر ووالدي والعائله كلها كانت اهلاويه فاهمني، والحمد لله توقعت صح وكسبت الحمد لله رب العالمين. الاهلي والزمالك 3-1 باذن الله، وافتكر كلامي 3-1 باذن الله. نجيبه ونعيده لك. جايه ومروان محسن والبديل وليد ازارو هينزل يجيب جول. طبعا دي اغلى هديه جت لي في حياتي، وكانوا اهلي برضك في واصحابي واهلي في شباب النادي الاهلي في قريتي شجعوني وباركوني الحمد لله، وكانت دي اغلى هديه جات لي ومستمتع من كابتن اسلام الشاطر وكانت حاجه كويسه. كلمني الاستاذ احمد رشاد وقال لي مبروك انت كسبت معايا التيشيرت وتيجي تستلمه، قلت له طبعا ما كنتش مصدق والحمد لله ولقيتها حقيقه. طبعا لحظه تاريخيه جوه النادي الاهلي، ما فيش ولا كلمه تتقال اكتر من كده. طبعا جوه النادي الاهلي قدام بطولات النادي الاهلي خلاص لحظه تاريخيه مش هتتكرر وما تتوصفش الصراحه. كابتن اسلام الشاطر حاجه ثانيه بقى، باك يمين النادي الاهلي والبرنامج، والنهارده تقابله النهارده تشوفه وتسلم عليه، لحظات الصراحة من العمر تتذكر قليل يعني. عمري ما أحب غير الأهلي ولا في غيره يفرحني.